منذ الإعلان المفاجئ لتوقيف العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة مطلع يوليو الماضي، لم يفوت الحوثيون يوما ولا ساعة لاستغلال فرصة التغلغل في أنحاء المدينة. وفقا للمعطيات، فإن الميليشيا الحوثية تمارس ما يمكن اعتباره تجريفا للحياة في الحديدة المدينة. يمكن القول أن ما يجري في الدريهم من معاناة يدفع ثمنها الإنسان هو النموذج المصغر لما ستكون عليه معركة تخليص الحديدة، تهجير قسري للسكان وتمترس بالأبرياء واستخدامهم دروعا بشرية. مصادر محلية تفيد أن الحوثيين حفروا أكثر من 280 خندقا في أبرز شوارع الحديدة واستحدثوا أضعافها من المتارس. ومع أعمال الحفر تعرضت العديد من خطوط إمداد المياه للقطع، مضطر مواطنين للنزوح القسري عن أحيائهم، حتى باتت الحديدة عمليا مقطعة الأوصال. أكثر من 150 ألف نسمة تقريبا اضطروا للنزوح من مدينة الحديدة نجاة بحياتهم وهربا من ممارسات التعسف والاضطهاد الحوثي. سياسات ابتزاز ممنهجة باسم المجهود الحربي أدت لهجرة نحو 60% من أرباب العمل، وأغلقت على إثرها مئات المطاعم والمقاصف والمؤسسات التجارية وصولا للمصانع الإنتاجية التي كانت لعقود مصدر عيش وحيد لآلاف العمال ومصدر إنقاذ لأهم القطاعات الصحية الأكثر تأثرا بظروف الحرب. بات الهم الأول لدى من بقي من السكان في الحديدة، متى سيكون الخلاص من سيطرة الميليشيا التي لا تعبأ بحياة الناس، ومتى يهتم المجتمع الدولي فعلا بحياتهم باعتبارهم أولوية إنسانية لا أداة ابتزاز سياسي.